ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده اول خطوة لبناء الكمبيوتر الفظيع، يلا بينا. النهارده هنعمل انبوكس الجي تي اكس 770 اللي هي الاوفر كلوكابل فيرجن بالذات. ليه جبنا الجي تي اكس 770 بالذات؟ احنا جايبينها عشان كمبيوتر لساوند اديتنج، فمحتاجين الكودا كورز اللي هي البروسيسورز الصغيره الكتيره جدا اللي في 770 بالنسبه لسعرها تعتبر كويسه وكتيره في صوت الاديتنج بالذات. يلا هنبوكس والريفيو، وكمان هعمل لكم شويه بنش ماركس لما تسطب الويندوز او اللينكس لصبع الجهاز، وهوريكم البنش ماركس اللي انا عملها. يلا بينا انبوكس. ودلوقتي هنبوكس العلبه، بس قبل ما نفتح العلبه بس ناخد تور سريع حوالين العلبه. ماشي، هنا اللوجو بتاع الجيجا بايت، بعد كده جي 4 جي تي اكس وحاجات مالهاش لازمه. هنا اللوجو تاني، هنا بيقول لك ايه بقى؟ هنا بيقول لك دي اوفر كلوكد فيرجن، وال 2 جيجا بايت رام دايركت اكس 11، وفيها ديسبلاي بورت اللي هو ممكن توصل فيه شاشات ابل اتش دي ام اي، وده تقريبا كل الحاجات المهمه فيها. هنا السيريال نمبر واللوجو تاني، وتقريبا دي كل الحاجات المهمه الموجوده عليها. يلا فون بارت انبوكسنج. انا هنبص عليها بس نركنها مدة ثانية نشوف ايه تاني بيجي جوه العلبة. ورق لذيذ نرجع بيها. هنا بيقول لك ايه ده؟ جيجا بايت كويك ستارت كويك جايد. ملهاش دعوة، مش احنا هنركبها، المحل اللي هو هيركبها لنا ربنا يخليه. دي الوصلات ال 6 بورت وال 3 بورت ال 6 وال 8 بورت كونكترز، دي اللي هنوصلها بالماذر بورد والباور سبلاي. اوكي هنستخدمهم لما نجيب ماذر بورد، وده تقريبا درايفر ستات. يلا نشوف الجي تي اكس نفسها. فيها 3 فنتليشن فانز، فيها 2 ديسبلاي بورتس، وفيها ايه ده؟ ثانية، ده اتش دي ام اي، وده تقريبا اتش دي ام اي تاني. اوكي ده تقريبا كل الحاجات المهمة اللي فيها. فيها حاجات مش فاهم هو ايه. ودي ال 8 بورت و 6 بورت، احنا بنستخدم يا دي مش بنستخدم الاتنين مع بعض. ودي تقريبا كل حاجة عن البروسيسور بتاع الجرافيكس كارد نفسها. ماشي دلوقتي هنحط الجي تي اكس في الكمبيوتر، هنركبها وهوريكوا هنركبها فين وازاي، وهوريكوا بنش ماركس بعد ما نركبها وننزل الاوبريتنج سيستم. يلا بينا.